يلا خش خش بس، يلا خش. يا مروان، ولو مت هنا كيف حجيب السولز حقي؟ لو قتلت اجيب السولز؟ حتكون قدام الباب قبل لا تخش، او انها حتكون جوا الساحه، بس ما حتكون عند الرئيس. يعني انت لو تلف الساحه عندك تاخذها. اي هوب يو ار رايت، يعني لانه لو 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 خسرت السولز هذه يمكن اتنوم الين في المستشفى. ايش هذا؟ والله ناسي ضرباتها يا ولد. اسمع الاستراتيجيه كيف الف من حولها ولا كيف؟ يعني ماني عارف. هي في عندها يد نقدر نركز عليها، بس ضرباتها ترى وسخه. يا مروان حرام عليك يا شيخ. احنا نحاول نخلي الكمبيوتر في البدايه تمشي. خلي الكمبيوتر تمشي. ما تشتري، يعني نجي ونرجع على طول.